أدوية الأدوية اللي بتستخدم في علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه لا تسبب الإدمان بمعناها المعروف. بعض أدوية فرط الحركة وتشتت الانتباه يمكن إساءة استخدامها، ولكن ذلك في العادة غير ممكن بالنسبة للمرضى المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه، ويتم صرف الدواء بطريقة مقيدة تحت مراقبة طبية وصيدلانية. فبالتالي بالإمكان منع إساءة استخدام هذه الأدوية، وليس كلها ينطبق عليها هذا الكلام. لكن الإدمان بالمعنى المعروف غير موجود. اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه اضطراب مزمن، ولذلك العلاج منه سيكون مزمن. الأثر العلاج الدوائي مؤقت، وبالتالي إذا توقف المريض عن أخذ الدواء ستعود أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه والاندفاع السلوكي، وذلك ليس نتيجة انسحاب من الدواء وإنما نتيجة إزمان الاضطراب.